الواجب الانتخابي بتاعك الساعة كشابة تونسية؟ هي أول مرة نقوم بالانتخاب في الرئاسة و... اكسبيريونس باهية. دونك واخا شفناك فرحانة ديجا، ثم إحساس خاص هكا وأنت تقوم بالواجب الانتخابي بتاعك؟ إي بالطبيعة أول مرة مادام إحنا جن صبا حاجة باهية. دونك الشخصية أو المترشح اللي اخترته باش يمثلك معناتها على خلفية شنو هو؟ أكيد ثم بروفيل معين أنت لقيته في الشخصية هذيك. صادق مع البلاد، ما يسرقكش ما نقولوا احنا، ان شاء الله يوقف بركه مع الشعب ومع صالح يعني حاجه به مش مع الشباب ومع البطاله والغلاء والكل، ان شاء الله يصلحنا بركه وكا. بالنسبه للتوانسه، وخلينا ديما في فئه الشباب اللي مازالوا ما خذوش قرار انهم يجوا ينتخبوا، مازالوا مترددين ايزيتي، شنو تقول لهم انت ابارتي من التجربه نتاعك اللي قلت اول مره؟ يجوا ينتخبوا اللي انتم تراو صراحه عملوه على ربي وكا، لازم اكسبيريونس به البلاد والكل، تحب بلادك تجي تنتخب. انت جيت انتخبت معناتها سيبو عن قناعه، انت خديت قرار وحدك والا بدعم من العائله معناتها؟ اي بيان سور على قناعه، نعرف يعني نتبع كل شيء ونعرف شنو هذاك وشنو هذاك، لان القرار اللي خديته ذاك هو. هاي يسالوا ماما كيف 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 بنتي الانسان اللي راه صادق وباهي ومصلح ويمشي مريقل هذا كل اللي رشحته انا، فهمتي؟ صحيح رانا ناقصين برشا حاجات وغلاء وبرشا حاجات، امي يا خويا خلينا ما نموتوش بالشر داي والله بالحق، والله ناكل ونلبس وقت في العباد شيخه وخصناش في حاجه، برغم ان ثم الغلاء خاطر الصدق به وهو يمشي مريقل وراجل واحنا معاه اوكي. دونك مشتركين يظهر لي في نفس الشخصيه نفس الشخص نفس الشخص نفس الشخص نفس الشخص ان شاء الله ربي يصلح البلاد ويصلح الراي وربي معه بعد عليه الظلام ولاد الحرام، برشا برشا عباد يجروا في جرته، ان شاء الله ربي ان شاء الله معاه وان شاء الله يخفى معانا ويحاول بزاد يقف مع الشعب خاصة ياسر. واحنا نحكيو على الشعب التونسي، نحكيو على معناتها شنو هي المطالب، شنو هي الاولويات اللي يلزم تكون على الطاوله نتاعو طاوله الرئيس القادم، شنو هي الاولويات خاصة معاش تستنى الحل معاش معاش الغلاء الكبيره، واحنا نحمدوا ربي راه باللي معناها يمكن الطبقه الثانيه معاش طبقه ثانيه وكل طبقه ثانيه، اما راه برشا عباد ياسر تعبين، نتفرج ونشوف ياسر تعبين، المعيشه راهي مشيت ياكلوا من الزبله العباد، ياكلوا من الزبله وبصراحه ان شاء الله ربي يهدي وربي ان شاء الله كيما احنا فرحنا به معناه وانتخبناه كيما هو يخدم مع الشعب، ما نحكيش على شخصيه مع الشعب بصراحه تاع برشا يكون في مستوى ثقه الشعب اي اكيد يكون في مستوى ثقه الشعب والشباب اللي فرحان به والناس الكل، فهمتي؟ ما تلاقيش كان بروحه كي برشا عباد والله بالحق. بالنسبه للي مازالوا معناتها ما جوش باش ينتخبوا ايزيتي مازالوا هما مش فاهمين شنو تقول لهم انت؟ ربي يديم نورمال يجي وغلب العباد يقولك احنا ما نتخبوش صوتنا احنا باش نوصل يقول ايه ان شاء الله ربي يديم يجي، خاطر برشا انا واحد من الناس نخدم معناها تجاره عامه يقولك لا انا مانيش ماشي الحكايه هي هي ننتخب ولا ما ننتخبش، والله الا عفست عليه نقول يقولك لا حكايه فارغه ما عملوا شيء ما عملوا شيء، وبرشا عباد جاوا خاصه نفس الشخص هذا وبرشا عباد جاوا ومع الشباب الاختياريه الشخص هذا قيس سعيد نقول معروف معروف مش غيره الشباب هو اللي يخلي يمشي غيره هو مريقل وهني قلت كان معيش صعب تاع الاخر انا راه هو يمشي راجل صحيح ما بداش برشا حاجات صحيح ما بداش برشا حاجات اما صادق يحاول هو على قد ما يقدر بامكانياته والبلاد تاعنا احنا الشعب رانا ما شاء الله هو عملنا حاجات اللي احنا كلنا نتمنوا باش نعملوها ما وصلناش، اما هو راه عمل برشا بيد خذانا منهم الثار باهي ولا وهذاك علاش احنا ولا بحق علاش احنا معناها معاه والناس كلها معاه وربي معاه كما نعرفوا اليوم العالم كل يتبع في الحدث التونسي الوطني وهو الانتخابات الرئاسيه، طبعا انت جيت قمت بالواجب الانتخابي تاعك ان شاء الله اي قمت بالواجب الانتخابي تاعي كمواطن تونسي هذا هو. إذن اليوم شنو تقول التوانسه اللي مازالوا مترددين ومازالوا الى حد اللحظه ما اخذوش قرار انهم الواجب نتاعهم الوطني لان يوم وطني بالحق فهمني، وما دام انسان وطني لازم يقدم الوطنيه نتاعو والانتخاب طبعا هو شكل من اشكال الوطنيه اكيد اكيد جدا تونس تحق لنا الكل اكيد كل واحد من الموقع نتاعو اي نعم كل واحد من بلاصته به شنو تقول للرئيس القادم وشنو تقول للمترشح اللي انت انتخبته وتحبه يمثلك في صوره ما فاز في السباق الرئاسي وفي صوره ما فازش للمترشحين اللي باش يفوزوا واحد منهم؟ ان شاء الله يكون في المستوى اللي احنا معطينا الامال نتاعنا اللي هو السيد هذا اللي من احنا انتخبناه ان شاء الله معناها يكون في المستوى ويقدم لتونس الحاجه الافضل والحاجه الباهيه وينسينا في الماضي. الاولويات شنو؟ الأولويات هو الشغل والتشغيل وتوفير المواد الغذائية
فخاصة المواد الغذائية، لأن كنا تونس في خير ولباس، لكن تولينا أصبحنا منا نشدوا الصف على الخبز وعلى السكر ما فماش وكذا وكذا. إن شاء الله القادم أفضل. تخبت وكملت. ربي فضلكم ورب فضل تونس، ويا ربي حنية إن شاء الله يحسن ميورا. الحمد لله يا رب، إن شاء الله ربي مع تونس يا رب. شنو تقول للتوانسه اللي مازالوا ما جوش باش ينتخبوا؟ مازالوا متحركين، يجوا ينتخبوا، يجوا والله عليكم. نقفوش احنا مع بلادنا، شكون باش يقف معاه؟ الحمد لله يا رب، ان شاء الله ربي معانا، والله ربي مولا وليداتنا. شكون انتخبنا؟ انتخبنا لوليدنا، ان شاء الله يا ربي حنا ينوركم والله. امين يا رب. شنو تقول للرئيس القادم ان شاء الله؟ ان شاء الله. شنو المطلوب منه وشنو اللي يلزم يهتم به؟ ان شاء الله يهتم بالدنيا الكل. الدنيا تشوفي هيك تشوف في الوضع، الوضع يعجب هو ما يعجبش. قال ربي يجزاه خير والله يا ربي حل. هاي هاي ربي معاك، معايشك عايش منك ربي معاك. هربين من تونس انا سيئه تكلمت ربي بابيك. سي بون انتخبت وكمل انتخبتوها. وان شاء الله اليوم خير من غد، وان شاء الله يرخصونا شويه في بصراحه يسر علينا والله. الزوال معاش خالت، راه انا نقول الحمد لله والشكر لله، غيري معاش خالت حتى على باقيات مشاكل. اما انا نحمد الله ونشكر يا ربي اللي كلف حمد وشكر والله. اما انا بصراحه انا غيظتنا روحنا كيفاش ولادنا الكل كلها من الاوروب ولادنا مشوا، علاش من ما ثمش خدم، ما ثمش معيشه بالقدا كهو بنتي. شنو تقول التوانسه اللي مازالوا ما خدوش قرار باش يجوا ينتخب؟ قول لهم ربي يهديكم وجوا ينتخب. حد لازم منهم باش يجي ينتخب على روحه هذاك، لا باش واحد يحط الرئيس اللي حاجته بيه، يعني لازم من هذيك. يعني انا قمنا بالواجب كهو. اي شنو تقول للرئيس القادم؟ شنو المطلوب منه وشنو هي الاولويات بالنسبه له؟ باش نقول له قيس سعيد معروف، قيس سعيد هذاك من غير ما نقول هو عامل كل شيء ورب الحكايه. يعني معاش تمام مطلوب، معاش تمام مطلوب، ما فهم حد قيس سعيد كهو. انتهت المهمه، انتهت المهمه، واجب انتخابي قمنا به، وربي ان شاء الله ينجح البلاد واحنا معلي يرق لنا البلاد، وان شاء الله ربي يفتحها في وجوه المؤمنين الكل. باه اللي مازال ما جاش باش ينتخب شنو تقول؟ نقول له يجا، واجب انتخابي يجا انتخب لبلادك، ناس بلا وطن ما يصلحوا حتى شيء. اي في لمع، في لمع.